للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي. دكتور برحب بحضرتك معنا. تحياتي لحضرتك يا فندم استاذ المشرفين. اهلا بحضرتك. الحقيقه مبادره حياه كريمه بتقوم بالعديد من الانشطه الخدميه المختلفه في مختلف محافظات الجمهوريه. برايك يا فندم ازاي اسهمت هذه المبادره في تحقيق تطوير حقيقي لحياه المواطنين في هذه المناطق؟ احنا بنتكلم بشكل اكبر طبعا الارياف ووجه قبلي يمكن اخذ نصيب الاسد حتى الان من القرى اللي دخلتها حياه كريمه. حياة كريمة كمبادرة رئاسية مهمة جدا أطلقت في عام 2019 بتشكل أحد المبادرات اللي إحنا كاقتصاديين بنحاول نقرأها كل فترة ونراجع بعض المؤشرات المهمة جدا وهل هي بتحقق الجدوى منها، سواء كان جدوى اقتصادية، جدوى مجتمعية، جدوى بيئية، جدوى استثمارية، لأن ده مهم جدا في هذا التوقيت. وكان الهدف الرئيسي منها انه نشتغل على ثلاث محاور مهمين جدا. المحور الاول انها بترفع عن كاهل الدوله او بعض النفقات اللي الحكومه بتقوم بيها في بعض القطاعات الرئيسيه، لانه منذ عام 2015 كانت الحكومه مشغوله بشكل جذري جدا في تطوير عجله التنميه وعجله الصناعه ودفع بعض الاستثمارات المباشره وغير المباشره وما زالت. الفكرة الرئيسية انه المبادرات بتخلق نوعا من التنمية المجتمعية الاقتصادية الشاملة في بعض المناطق الجغرافية اللي احنا بنعتقد انها كانت محرومة جدا من التنمية في السنوات السابقة، واللي كانت ممكن موازنة الدولة لا تمتد اليها بشكل من التنمية في القطاع الصحي او قطاع التعليم او قطاع البنية التحتية او القطاع الصناعي بشكل اساسي. لكن حياة كريمة احنا كاقتصاديين بنقرأها ان هي اعادة الحقوق لاصحابها، ارساء مبدأ العدالة الاجتماعية في بعض المناطق اللي بنعتقد ان هي كان ليها معايير يا فندم بتقوم عليها، ان هي بتبحث بشكل اساسي جدا ما هي المناطق الاكثر فقرا، ما هي المناطق المحرومة مجتمعيا من اقامة يعني أبسط الحقوق في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال البنية التحتية. هل هناك صناعة؟ هل هناك إنتاج؟ لأنه لما يكون في صناعة وإنتاج بجانب تنمية مجتمعية بيحصل تعبئة للسوق المحلي من هذه الصناعة، من هذه المنتجات، فبالتالي بيحصل نوع من الرخاء الاقتصادي الجغرافي لهذه المنطقة. يعني أقدر أقول يا دكتور أنه هناك عائد اقتصادي واجتماعي من هذه المبادرة سواء على المواطن بشكل مباشر أو على الدولة بوجه عام، تحديدا مقارنة توقيت بدء هذه المبادرة واستمرارها مع الوضع الاقتصادي العام. طبعا أي مبادرة وخاصة هذه المبادرة أن احنا بنلاحظها بشكل جذري جدا، لأن النسبة الأكبر أو الفائدة الأكبر منها هي عائد اقتصادي. وخلينا أروح لحضرتك بمثال بسيط جدا. لو في مواطن كان بيقوم بخدمة معينة من مناطق الصعيد، كان بيعمل إيه؟ كان بيذهب إلى القاهرة أو الجيزة عشان يؤدي هذه الخدمة، فبالتالي هو هنا في هذه المنطقة بيضطر أن هو يتكبد تكاليف انتقال، يتكبد تكاليف مواصلات ومبيت وإقامة. فدي يا فندم احنا بنقول انها ان الدولة النهاردة حرصت على اقامة اللامركزيات في مناطقها، لانه بشكل اساسي جدا انت الدولة اعطت مرونة كبيرة جدا للامركزيات في اقامة هذه المشروعات. اعطت مبادرة حياة كريمة كل الصلاحيات في ان تعيد الحقوق لاصحابها في هذا النطاق. خلينا نقول انه عدد وفقا لجهاز الاحصاء واخر تقرير معلن انه عدد الاسر المصرية بيصل ل 25 مليون وبوينت 5.5، بيتركز تقريبا يا فندم من هذه الاسر 55.3 في الريف اللي هي القطاعات اللي حياه كريمه بتستهدف. يبقى بالتالي النهارده لما نيجي نقسم هذا او هذه النسبه ونخصص، هل هناك نسبه كبيره جدا بتستهدف حياه كريمه؟ بتستهدف 14 مليون اسره في قطاع الصعيد او في قطاع الارياف، اللي احنا في هذا التوقيت بنقول ان احنا بنعيد الحقائق والحقوق التي اكتسبتها الدولة المصرية بشكل اساسي الى اهالينا في الصعيد او في بعض المناطق التي تنفذ فيها حياة كريمة بعض المشروعات التنموية.
خليني أسأل حضرتك عن الدور برضو اللي بتلعبه هذه المبادرة في توفير وتوزيع فرص العمل بشكل متوازي وكبير في الأقاليم أو المحافظات اللي حياة كريمة دخلتها، لأنه يعني إحنا عارفين أنه المبادرة استغلت أهل القرى في إعادة التأهيل أو في حتى شكل الشباب اللي تطوع لإعادة تأهيل هذه القرى، فهل ده يعني له أو يحدث فارق في نسب العمالة في هذه القرى؟ بلا شك انه يعني كان يعني خلينا نروح للمناطق الصناعيه اللي موجوده في مصر قبل مبادره حياه كريمه. كانت المنطقه الصناعيه في العاشر من رمضان وفي العبور وفي برج العرب وخلافه. ده كان بيحصل نوع من الضغط المجتمعي لي او الهجره الداخليه من الصعيد الى هذه المناطق، تمام؟ لكن النهارده لما بنعمل تنميه صناعيه ونعمل تنميه استثماريه ونبدا النهارده نعمل مشروعات، والدوله اشتغلت على محاور سواء كانت محاور تشريعيه، عملت افضل التشريعات التي اعطت ثقه كبيره جدا للمستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي ان الدوله لديها رؤيه في التنميه المجتمعيه والتنميه الاستثماريه بشكل اساسي جدا، وده ساعد على ان احنا نشوف في قفزه في بعض المؤشرات الاستثماريه في هذا الطور. ده من ناحيه، الناحيه الثانيه انه الدولة كان ليها بعض المبادرات التمويلية اللي ساعدت بشكل كبير جدا الشباب في مناطق ريادة الأعمال وفي مسرعات الأعمال وحاضنات الأعمال إنها تقفز قفزة كبيرة جدا. إحنا ما كناش بنشوف هذا الإطار منذ سنوات، لكن شفنا إنه الدولة النهاردة وبعض الشباب اللي لديه بعض الأفكار بدأ يحدث نوعا من التطور المنهجي والتطور الأفق والرأسي في بعض المشروعات المنفذة. فبالتالي دي اعطت قفزه كبيره جدا انه النهارده الدوله بتدعم الشباب، بتدعم ده بما فيه طبعا المشاريع الصغيره والمتوسطه ايضا يا دكتور. دي حقيقه، لانه يعني الدوله ايضا لما طرحت يعني على نسق كلام حضرتك قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر ادي تعليمات صريحه جدا للبنك المركزي انه في مشروعات قد لا يكون لديها بعض رؤوس الاموال، فبالتالي انت لازم كبنك مركزي تدعمها في هذا التوقيت، وده ساعد الشباب ايضا الذي لديهم افكار في اقامه بعض المشروعات واقامه بعض البنيه الاستثماريه ان هم يعني يصعدوا بهذه المؤشرات. ده ادانا او ودانا الى نتيجه مهمه جدا انه النهارده الهجره اللي كانت موجوده في بعض المناطق الصناعيه، وكان صاحب القرار الاقتصادي في مصر انه بيشوف انه في هجره وفي ضغط على القاهره والجيزه بعض المناطق الصناعيه، لا النهارده ما فيش هجره لانه كل العماله رجعت وبدا في نوع من الصناعه اللامركزيه في المناطق الجغرافيه المنفذه فيها حياه كريمه. بعض الصناعات بدات تتركز وتتعمق بشكل رئيسي جدا، مش صناعات معينه، لا كل الصناعات سواء كانت الرئيسيه او التكامليه. دي اعطت بعض الثقه لاهالينا في الصعيد وبعض المناطق المنفذ فيها حياه كريمه انه الدوله فعلا لديها رؤيه لاقامه مناطق صناعيه لا مركزيه حتى تعيد الحقوق لاصحابها في هذا الطور. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور محمد الكلاني الخبير الاقتصادي.